هاي حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. موضوع الفيديو بتاع النهارده هو حاجات انتي كعروسه بتجهزي ما تشتريهاش وما تدفعيش فيها فلوس، وحاجات ملهاش اي لازمه في الجهاز. لو انتي اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتحطي لايك. ويلا نبدا. اول حاجه لازم تفهميها، انا كاتباهم لكم على فكره في ورقه عشان تشوفوا بس مدى الاهتمام عشان ما انساش كمان. اول حاجه لازم تعرفي ان هي بتبقى نسب متفاوته ما بين الناس، في حاجات الناس تبقى شايفه ان هي اولويات وفي حاجات الناس ما بتختلفش عليها، وحاجات تانية ممكن تبقى عند الناس ومن وجهات نظر مختلفه على الحاجه دي عندك مش مهمه بس عند حد تاني مهم. فالاراء بتختلف على النيش. في ناس تقول لك النيش ملوش لازمه ما تجيبوش، وفي ناس تقول لك لا النيش مهم وشكله بيبقى شيك وديكور في الشقه وحاجات من دي. هو النيش بالنسبه لي انا حبيت ان انا اعمل نيش، كان ممكن ما اعملوش بس انا عملته. انا بحب الحاجه اللي شكلها بيبقى حلو، فقررت ان انا اعمل نيش. الحاجه اللي جوه النيش انا بستخدمها ولا ما بستخدمهاش؟ لا بستخدمها، بس ما جبتش حاجات بقى اللي هي المذهبه والحاجات اللي بتبقى منظر بس ما بتستخدمش. لا انا اشتريت الحاجات اللي هستخدمها وحطيت منها في النيش وبستخدمه وبرجعه تاني مكانه، بس طبعا مش بشكل يومي. في ناس تانية النيش بالنسبه لها مش حاجه مهمه ومش اساسي، ما تجيبيهوش، وممكن تستبدليه بدولاب الفضيات بيبقى شكله حلو جدا ورقيق وسيمبل وهادي. المفرش بتاع السرير، مفرش السرير يا جماعه ده انا ما اشتريتوش وانتم ما تشتروهوش. المفرش الحرير المطرز اللي بيبقى مبلغه او فلوسه غاليه جدا وما بتستعمليهوش، حرفيا انت بتفرشيه مره واحده وبعد كده بتركنيه. لا اما انت لو فرشتيه حتى في مناسبه جوزك يجي من بره ياخده يرميه على الارض لانه بيحرر، ما حدش يقعد يستحمل يقعد عليه، وبعدين مش مريح يعني، في بيبقى تطريزات وحاجات كده. ممكن تستبدليه بمفرش هادي ورقيق وسيمبل تحطيه على السرير لو انت بتحبي الشكل ده، تفرديه على السرير وترجعي تشيليه تاني عادي. لكن مفرش السرير ملوش اي لازمه. المفروشات بتاعت السرير او الملايات دي طبعا اكتر حاجه مفروض يعني مش تكتري منها قوي، ولا برضو تجيبي عدد قليل، لان يعني خليكي في المعقول، مثلا 12 ملايه مثلا حلو جدا. بتغيري انت الملايه كل 3 4 ايام، فلازم يكون عندك حاجات تستبدلي فيها. بس البوينت هنا ان انت ما تجيبيش الوان مكرره وتجيبي حاجات شكلها مختلف وتبقى لايقه على العفش بتاع الاوضه بتاعك. ما تجيبيش ملايات تغمق الاوضه لو انت اوضتك غامقه او بني، ولو انت اوضتك فاتحه هيليق عليها الفاتح وهيليق عليها الغامق وكل حاجه، بس هاتي الالوان اللي تليق على الاوضه عندك وعلى السجاد والفرش والستاير وكل حاجه. لو هنتكلم على حاجات ليها علاقه بحاجه المطبخ، ما تشتريش حلل كتير. ممكن تشتري طقم واحد بس كافي ووافي شامل كل حاجه، فيه الطاسات والحلل واللبانه وكل الحاجات اللي بنحتاجها في اطقم بتبقى كامله عادي جدا. الطاسات القلي هي طاسه واحده بس هتقلي فيها، مش محتاجه عدد. يعني القصه بس فين؟ انه انا جبت طقمين بس، يعني كان ممكن الواحد يكتر، بس لا انا في كل حاجه اشتريتها هنا في البيت لما جيت اتجوز من سنه اشتريتها على قد ما انا محتاجه بالظبط. ليه بقى؟ لان انا ما بحبش الكركبه. البلاستيكات يا جماعه، البلاستيكات ما تشتروش بلاستيكات كتير. بمعنى البولات البلاستيك اللي احنا بنغسل فيهم مثلا خضار او فاكهه او الحاجات دي، هاتي مقاسات مختلفه وما تجيبيش كتير. يعني هتجيبي مثلا طبق بلاستيك هتبقي كبير، هتبقي مخصصه ان انت مثلا تنضفي فيه الفراخ او كده، طبق مثلا تاني تبقي مخصصه ان انت تنضفي فيه الخضار او كده، بالاحجام بتاعته المتفاوته. مش لازم تجيبي من نفس الحجم 3 و4، يعني ما تعمليش كده. هاتي احجام متفاوته بحيث ان انت تحطي مثلا في ده فشار، تحطي في ده خضار، تعملي في ده سلطه، مش عارف ايه، اي حاجه بلاستيكات اللي احنا بنحتاجها، بس ما تجيبيش من نفس المقاس كذا واحد فتلاقي عندك بقى بلاستيكات قد كده في الدولاب ما بتستخدميش 3/4 وبتستخدمي بس حاجات بسيطه منهم. الطقم الصيني، لو انت هتجيبي نيش هتجيبي طقم صيني، لو مش هتجيبي نيش مش هتجيبي طقم صيني. ومش مش صح ابدا ومش مهم ابدا ان انت يبقى عندك طقم صيني واركوبال وطقم عشا وطقم مش عارف ايه. هاتي طقم تاكلي فيه انت وجوزك، وممكن تجيبي طقم للضيوف، او ممكن تخلي الاثنين واحد وتاكلي انت وجوزك في نفس الطاوله، تاكلوا فيه ضيوف، انتوا مش وحشين يعني عشان تعاقبوا نفسكم. هاتي حاجه تبقى شكلها حلو وسيمبل ورقيق وشيك في نفس الوقت، هتستخدميهم لو في ضيوف، هتستخدميهم لو انتوا لوحدكم، ما تزوديش وتكربسي المطبخ عندك. بما اننا بنتكلم في حاجه المطابخ، الناس اللي بتشتري فرن كهرباء بالاضافه الى انها بتبقى عندها بوتاجاز لسه شارياه جديد عشان هي عروسه،
الفرن بتاع البوتاجاز بيكفي وبيوفي جدا، لان البوتاجاز بيبقى لسه جديد وحديث، والفرن اللي في الافران اللي طالعه دلوقتي فظيعه جدا ما شاء الله، حرارتها عاليه جدا وبيبقى جواها مروحه وهوايه ومش عارف ايه. ففعلا لو انت عندك لو انت جايبه البوتاجاز مش هتحتاجي جنبه فرن كهرباء، ممكن تحتاجي جنبه ميكرويف، ممكن تحتاجي جنبه اي حاجه تانية، بس الفرن مش هتحتاجيه وانت اوريدي عندك فرن. الكيتشن ماشين كل الناس اللي حواليا وكل الناس اللي اعرفها شايلاهم في كرتونه، شايلاها في كرتونه وحطها في الدولاب، فهو ما بتستخدمهاش، بتستخدم منها بس ايه الجزء اللي بيبقى كبه او خلاط. اشتري اللي انت محتاجاه، ولو احتاجتي بعد كده هاتي ما فيهاش مشكله، بس يعني لو هتشتري حاجه اشتري الخلاط والكبه لان هم اهم حاجه، والهاند بلندر ما تشتريش الكيتشن ماشين كله على بعضه، تمام؟ وخاصة لو انت مالكيش في المعجنات والعجن والبيتزا والمناقيش والحاجات دي وما بتعجنيش اصلا، مش لازم تجيبيها. لو انت عارفة نفسك، كل واحد طبعا بيبقى عارف هو محتاج ايه ومش محتاج ايه، لو انت عارفة نفسك انت مش هتحتاجيها ما تجيبيهاش، هاتي بس خلاط وهاند بلندر والكبة هيغنوا تماما. شنط الشنط بتاعت المعالق طبعا بيبقى فيه شنط معالق كبيرة جدا، بيبقى فيها رسومات مذهبة وبيبقى فيها اشكال معالق بسنون ومعلقة المدورة والشوربة والمش عارف ايه والحاجات دي اللي احنا اصلا ما بنستخدمش فيهم غير المعلقة الطبيعية ومعلقة الشاي والشوكة وبس. هاتي بقى الطقم او الشنطة المعالق اللي هي بتبقى كده، اللي هي بتبقى فيها الحاجات اللي احنا بنستخدمها. الحاجات التانية بقى اللي هي بتاعت الجاتو والمش عارف ايه وكده احنا ما بنستخدمهاش، بنركنها حرفيا، فما تشتريهاش، اشتري الشنطة اللي هي العادية خالص، او مش تشتري الشنطة، اشتري الاطقم اللي هي بتبقى بتتباع مع بعض يعني انت براحتك، بس الشنطة اللي هي الكبيرة اللي بتبقى دورين وبيبقى فيها حاجات ما بنستخدمهاش ملهاش اي لازمه. ام التوزيع بتاع المطبخ اللي هي المعلقه والحاجات اللي بنستخدمها اثناء الطبخ والتقليب والحاجات دي، هو طقم واحد كافي، يعني هو طقم واحد كافي. انا عندي الخشب وعندي التاني السيليكون، بس يعني هو واحد بس هيكفي، يعني واحد بس، انا بستخدم واحد بس بستاند وحاطاه جنب البوتاجاز على الترابيزه، وكل ما بحتاج حاجه باخدها. يعني قصدي ان انت ما تكتريش بقى اللي هو خشب وسيليكون وستانلس والحاجات دي، هو طقم واحد كافي. هي مهم جدا بقى، يعني كل الحاجات دي يا جماعه انا ما عملتهاش. الحاجات بقى، حاجه من الحاجات اللي انا عملتها بقى ايه، الشامبوهات واللوشنات والشاور جل والحاجات دي ما تشتريش منها بكتره وانت داخله تتجوزي. يعني هو مثلا ازازه شامبو، ازازتين شامبو واتنين مثلا بلسم وعلبه حمام كريم مثلا، ازازه كبيره شاور جل حلو قوي، اللوشن اللي بتستخدميه لجسمك، الزيوت، السيرم، الكريمات، الحاجات دي ما تشتريش منها عدد لانه ليه مده صلاحيه هينتهي. ده اللي انا ما خدتش بالي منه، انا قعدت اشتري في كريمات ولوشنات وزيوت ومش عارف ايه وبتاع، ليه تاريخ صلاحيه. يا اما تفضلي تستخدمي فيهم اوفر جدا علشان تلحقي تخلصيهم قبل ميعاد انتهائه ما يجي، يا اما هيترمي. فاشتري على القد، الدنيا مش هتخرب والحاجه مش هتطير من المحلات. بالنسبه للهدوم، ما تشتريش حاجات كتير قوي 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 وانت راح تتجوزي علشان اكتر من حاجة. اول حاجة وارد جدا وزنك يزيد بعد الجواز، خاصة لو حملتي على طول او. تاني حاجة الموضة بتتغير، فلو انت مثلا هتتجوزي السنة الجاية وبتشتري هدوم من دلوقتي او كمان 6 شهور بتشتري، ممكن كمان كام شهر يعجبك حاجات جديدة، فيبقى انت فعلا ظلمتي الدولاب واشتريتي حاجات كتير وفي حاجات طلعت موضه شكلها احلى، تروح احلى شنط احلى مش عارف ايه، فما تجيبيش الحاجات كلها مره واحده، وجيبي مقاسات متفاوته. وطبعا الحاجات الاقطان هتكتري منها جدا. دي برضو من الحاجات اللي انا وقعت فيها، البطاطين ووسائل التدفئه، بطانيه ودفايه ولحاف كبير ولحاف صغير ومش عارف ايه، كل الكلام ده مش هتستخدميه خالص. يعني ممكن بقى ما يبقى في اطفال والاطفال دي تكبر وتنام في اوضه لوحدها تغطيهم بالبطاطين الكتير اللي انت جايباها او الدفايات، انما في الاول الحاجه دي تفضل مركونه لان انتوا هتستخدموا مثلا لحاف واحد او بطانيتين، يعني لحاف واحد او بطانيتين. فالاعداد بقى الاوفر اللي ملهاش لازمه دي اللي مش لطيفه. برضو الكوفرتات الصيفي، الكوفرته كوفرتتين مثلا، واحده ليكي واحده ليه، او واحده ليكوا انتوا الاثنين او كده، بس ما تزوديش بقى 6 كوفرتات لا، يعني الدنيا هتتكربس عندك انت في الدولاب وهتزحم جدا. واخر حاجه والحاجه دي انا ما عملتهاش الحمد لله،
ودي كانت دايما في ارائي وتفكيري وثابته عليه من زمان، انه فستان الفرح يا جماعه ما حدش يشتريه، هياكل 90% من الدولاب ومش هتستخدميه تاني، ومفيش حاجه اسمها ذكرى، مفيش حاجه اسمها ذكرى في كركبه خالص، تلم تراب وتزحم الدنيا. ايجار، ايجار ماله الايجار؟ وحش الايجار، حلو جدا جدا. وبيبقى اول حاجه تلبسيها، اول لبسه ليكي من محل مثلا تجيبيه، يبقى هو معمول عشانك انت وعلى مقاسك انت وخلاص، بعد كده بتروحي ترجعيه. وهو يعني في محلات، انا عملت كده، اشتريت فستان، اجرت فستان من محل بيأجر مره واحده بس، بعد كده لما بترجعي له الفستان تاني هو بيبيعه جمله بقى لاماكن بتأجر بقى الفستان مره واثنين وثلاثه واربعه، لكن بيتعمل عليك انت ممكن تختاري حاجه كده. لكن تشتريه وتزحمي تلات ارباع الدولاب بفستان كبير جدا ومنفوش ويبهدلك بقى الدنيا، وتبقي مضيقه هدومك وحطاها في حتت ومع ليه؟ الايجار انسب حل المواضيع اللي بتبقى ليها علاقه بالزحمه، لاني يعني بكره الزحمه جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واكتبوا لي تحت رايكم في الكومنتات واي استفسارات واسئله. وما تنسوش ان انا هعمل جزء تاني للفيديو ده بس بيتكلم عن حاجات مهمه جدا اوعي تنسي تشتريها في الجهاز.